تحية لكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من همزة وصل، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. لا شك أن الأعياد هي فرصة للتواد والتراحم والتكافل فيما بيننا. فلسفة التكافل التي شرعت من أجلها الأعياد ومثلت رمزا فيها للعطاء والخير وتوزيع الأضحية على الأهل والأصدقاء والأقارب وأيضا الفقراء والمساكين، لا شك أنها فلسفة إنسانية قبل أن تكون فلسفة دينية. التراحم الإنساني والتكافل بين البشر من ضروريات الحياة واستمرارها، من ضروريات العدالة الإنسانية. من أجل ذلك نتحدث في هذه الحلقة عن عادات فعل الخير والتواد والتراحم خلال فترة الأعياد ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي وخير فرصة لذلك عيد الأضحى المبارك. إذن سؤالنا في هذه الحلقة هو كيف تكون الأعياد فرصة للتواصل ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي؟ فاصل قصير وبعده نستقبل وجهات نظركم من خلال تفاعلكم معنا عبر هذا التساؤل والموضوع على صفحاتنا، على صفحات همزة وصل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. أهلا بكم من جديد، وينضم إلينا هاتفيا الدكتور محسن أبو النيل أحد علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير والصحة والسلامة، وأسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا صالح الأعمال. أمين يا رب. يعني دكتور محسن، كيف تكون الأعياد فرصة للتواصل والتواد والتراحم ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي بين البشر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على كعبة العلم وعرش المحامد، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابعي التابعين ومن صار على نهجهم من أمتنا الإسلامية إلى يوم الدين. أولا ذي بادي أبدأ وأتقدم بالتهنئة للعالم العربي والإسلامي بهذه المناسبة العطرة، عيد الأضحى المبارك. الأعياد فرصة للتزاور والتراحم، ويعني أمور كثيرة جدا جدا. فقد شرعت الأعياد في الإسلام لحكم سامية ومقاصد عالية وأغراض نبيلة وأهداف جليلة، كان منها التراحم والتزاور وصلة الأرحام. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم على شيء إذا فعلتموه بينكم تحابستم؟ قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام فيما بينكم، أفشوا السلام فيما بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذا من جانب من جوانب الأحاديث النبوية الشريفة. أما بالنسبة للقرآن الكريم، بيّن الحق سبحانه وتعالى أن من يصل رحمه يعني هذا السبب في من أسباب دخول الجنة، وأن الملائكة يدخلون عليهم ويسلمون عليهم. قال الله تعالى
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم يقول في آخر الآيات والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وعلى العكس الصحيح من لم يصل رحمه ويقطع الرحم يعني أعماله ليست مقبولة. يعني نحن صلينا وصمنا بالأمس القريب ويعني هذه فرصة عظيمة للتظاور والتراحم، على العكس يعني من لم يفعل ذلك أعماله ليست مقبولة. الرحم معلقة في عرش السماء تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. يقول الحق سبحانه وتعالى والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أسأل الله العلي العظيم أن يجمع بين يعني الأهل والأقارب في هذا اليوم المبارك. ويعني احنا عاوزين نقول للعالم برضو يعني امبارح وهم واقفين على عرفات الله ده دليل على ان أمة الإسلام لها وقفات، وقفات عزة، وقفات شموخ تضمد فيها الجراح وتشفى فيها الألام، ويكون الناس على يعني قلب رجل واحد، لا فرق بين مسلم، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. طيب دكتور محسن، يعني ما يتعلق بتبادل التهاني والتواصل بين الأقارب والأصدقاء والأهل وتناسي الخلافات والتسامح أيضا في الأعياد، كيف يمكن أن نعلي من هذه القيم وأن نجعلها موجودة على مدار العام بأكمله وليس في الأعياد فقط؟ نعم، الأخلاق يعني لا تتجزأ يا سيدي الفاضل. من يعبد ربه في رمضان كمن يعبد ربه في شوال كمن يعبد ربه في بقية الشهور، إن رب الشهور واحد وهو علينا مطلع وشاهد. فمن كان يعبد ربه في موسم الطاعات ليعلم أن ربنا رب كل العام كل الأيام، وهذا يتسنى للمسلم أن يعرف أن الإسلام دين الأخلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن الأخلاق الإحسان إلى الجار والإحسان إلى المسلم والإحسان إلى غير المسلم. يعني لك أن تتخيل ونحن في مثل هذه الأيام يعني يحق للمسلم أن يعطي من أضحيته للمسيحي، وهذا دليل على قمة الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي الحنيف. يعني هذا القول ليس قولي أنا ولم أبتدع هذا القول، بل هو قول كثير من الفقهاء. وسيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد ذبح شاه فقال لغلامه هل أعطيت لجارنا اليهودي منها؟ يعني أنت أعطيت من هذه الشاه للجار اللي هو مش مسلم، الجار اليهودي. والله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دين الشمولية لا يتجزأ. فده فرصة في هذا اليوم ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالصلح بين المتخاصمين، وان نتقرب الى الله بزيارة الارحام. يعني بعض الناس يقول لك اصلا لو ذهبت الى قريب لي وزرته سيعني يغلق الباب في وجهي. الان ليس لكم عذر، هناك وسائل معاصرة تستطيع من خلالها أن تطمئن على قريبك وتطمئن على أهلك وتطمئن على ناسك. كالسوشيال ميديا الآن يعني قربت المسافات بين الناس، يتم التعبير. طيب سأعود إليك بعد قليل دكتور محسن الحديث عن السوشيال ميديا ودورها في تقريب المسافات بين الناس في الأعياد، ولكن دعنا نتواصل مع المهندس محمود وحيد رئيس إحدى الجمعيات الخيرية. أهلا بحضرتك. أستاذ محمود أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني إذا ما تحدثنا عن قيمة الخير في الأعياد والشعور بأوجاع وألام الفقراء، يعني هي أحد أيضا قيم
الأعياد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، زكاة الفطر والأضحية في عيد الأضحى، قيمة الخير والتكافل ومساندة الفقراء والتكافل ما بين الغني والفقير في المجتمع، أهميتها وكيف نؤكد على هذه القيمة ونحرص على استمرارها لما لها من أهمية في شعور الفقير بكرامته وإنسانيته ومنعا لوجود الأحقاد والغيرة والحسد في المجتمع. هو العمل الإنساني طبعا والعمل الخيري موجود طوال العام، ولكن طبعا في مواسم كما ذكرنا بأننا طبعا في رمضان وفي الأعياد اللي بيكون في حراك في العمل الإنساني والعمل الخيري، بيكون في تكافل بين الناس. احنا بنشبه الموضوع ان احنا الدنيا في بيت كبير ولازم كلنا نبقى متعاونين فيه، ولازم نكون في تكافل بيننا، وده اللي احنا يعني بنقوله وبنحاول ان احنا ننشره بين الناس، ان احنا مش عايشين في المجتمع لوحدنا، احنا عايشين مع بعض ولازم نساعد بعض ولازم نقف جنب بعض. وطبعا ده يمكن المواسم اللي عملها ديننا الكريم، احنا في ناس بتعيش عليها طول السنة، واحنا من ضمن الجمعيات الخيرية اللي بتكون في رمضان وفي عيد الأضحى بيجي لنا خيرات بتكفي معانا بقية السنة. نعم. طيب يعني أستاذ محمود، أيضا أسألك على قيمة الخير والعطاء في ضوء ما تبنته الدولة من مبادرات مؤخرا، سواء تكافل وكرامة، حياة كريمة وغيرها من المبادرات التي تحولت إلى مظلة اجتماعية يعيش تحتها الفقراء والمحتاجين في أمان وشعور بأن هناك من يشعر بألمهم وأوجاعهم ويسندهم. أهمية هذا الاتجاه من جانب الدولة، أهمية التفاعل مع هذا الاتجاه من جانب مؤسسات المجتمع المختلفة، من جانب القادرين ورجال الأعمال. طبعا ده شيء يعني جيد جدا وشيء مشكور، ومؤخرا مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة اللي شملت كل الريف المصري، دي حاجة تدل على اهتمام القيادة السياسية العليا بالعمل التنموي والعمل الإنساني أيضا، والتكافل بين الأشخاص، لأن معظم المبادرات طبعا قائمة على الوزارات المعنية وقائمة أيضا على المجتمع المدني، بنتشارك سويا عشان نبني حياة أفضل. نعم تمام، ابقى معنا مهندس محمود وحيد، ونعود من جديد للدكتور محسن أبو النيل أحد علماء الأزهر الشريف. دكتور محسن، يعني أعود مع حضرتك إلى النقطة التي ختمت بها حديثك، وهي السوشيال ميديا ودورها في تقريب المسافات والتواصل بين البشر، خاصة لو أنهم في أماكن جغرافية متباعدة عن بعضهم البعض. يعني هل برأيك أن السوشيال ميديا قربت فعلا المسافات، أم أنها زادت من الفجوات بين الناس بسبب عدم وجود التفاعل المباشر وجها لوجه؟ كيف يمكن استغلالها بشكل إيجابي في تحقيق قيم التراحم والتواصل بين البشر؟ بص حضرتك، هو السوشيال ميديا يعني لها جانب إيجابي زي ما انت قلت وجانب سلبي. أنا بقول مش كل التواصل الاجتماعي سيكون بين الأقارب عبر السوشيال ميديا، لأننا ربما نسأل عن بعضنا البعض عبر هذه الشاشة الصغيرة، ولكن ما خلف هذه الشاشة لا أعرفه، فربما يقول لي جاري أو قريب لي أنا بخير وأنا جيد وأنا لدي وأنا لدي، لكن حينما أدخل عليه البيت فأجد بخلاف ذلك، وأنه في عوز شديد وأنه في احتياج شديد جدا جدا. فالسوشيال ميديا مش هتكون في كل الحالات، احنا بنتكلم في حالة اللي هي ربما يكون هناك يعني مشاكل كبيرة جدا بين الأقارب وبعضهم البعض، ثم لما يذهب إليه تزداد المشاكل، نقول له طيب صلة الأرحام تتحقق إذا ما رفعت الهاتف عليه وقلت له السلام عليك، إذا رد السلام رد، إذا لم يرد أنت فعلت وعملت بما أمره الله سبحانه وتعالى به، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. ما عدا ذلك
السوشيال ميديا يعني لها جانب ايجابي كبير جدا جدا، حتى في حضرتك بتقول مظله اللي هي الجمعيات الخيريه انتشرت وبدات تنتشر عبر السوشيال ميديا، وده من باب التعاون على الخير. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن لي يعني راي بسيط، وان كنت يعني هذا الراي، المفروض ان الناس تتحرى الجمعيات التي يعني تنتسب الى الدوله، لان بعض الجمعيات لا هويه لها وبعض الناس لا هويه لهم، ياخذون هذه التبرعات ولا نعرف اين تذهب هذه التبرعات. فنحن لنا دوله ولنا مؤسسات عظيمه، والان الدوله تسعى جاهده في تسديد ديون الغارمات وامور كثيره جدا جدا. فانا نصيحتي للناس اللي هم بيسمعوني الان، يتبعوا الدوله فيما تفعل، ويتبعوا المؤسسات التي اعترفت بها الدوله، وما عدا ذلك ما حدش يروح يديل لبعض الجمعيات اللي ما نعرفش هي محطوطه فين او من ايه او بتمول ايه. فيا يعني رسالتي للناس في هذه الايام ان يتحروا الدقه في تقسيم الاضحيه، ويتحروا الدقه في تقسيم اموالهم. يعني حينما نرى فخامه الرئيس بنفسه يتولى ملف المدينات، وبسم الله ما شاء الله امر عظيم جدا، من يسر على مؤمن قربا من كرب الدنيا يسر الله عليه قربا من كرب يوم القيامه. اسال الله رب العالمين ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي، اللهم امين. نعم، اشكرك دكتور محسن ابو النيل العالم بالازهر الشريف، وعوده من جديد المهندس محمود وحيد رئيس احدى الجمعيات الخيريه. يعني انقل اليك النقطه التي ذكرها الدكتور محسن في حديثه، وهي التحديات او الصعوبات التي تواجه الجمعيات الخيريه خلال عملها رغم انتشار السوشيال ميديا، لكن هناك ربما عدم تفاعل بالقدر الذي يناسب هذا الانتشار مع دور الجمعيات الخيريه. يعني حدثني عن أنشطة الجمعيات الخيرية المختلفة، أبرز الصعوبات التي تواجهها الجهات الداعمة لها، كيف تتواصلون مع الدولة لتحقيق أهداف الخير؟ هو مبدئيا احنا لو بنتكلم على السوشيال ميديا، طبعا حدث مؤخرا نوع من أنواع التسول الإلكتروني، وده نوع جديد علينا، وده شخص بيكون غير مستحق وبينشر ان حالته صعبة جدا وبياخد من جمعية وأخرى عشان كده احنا بنقول ان لازم يتم بحث الحالة بشكل جيد عشان الخير يروح للمستحق. ده رقم واحد. طبعا في تواصل مع الجهات المعنية وتواصل مع وزارة التضامن بشكل كبير جدا، لان هي الجهة القضية وهي الجهة المنوطة بالرقابة على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية. وطبعا كمان في رقابه من الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي رقابه من الاموال العامه على كل مصادر الدخل للجمعيات الخيريه وطرق الصرف ليها. ايضا السوشيال ميديا سهل كتير على الوصول، زي ما قلنا ان في حالات من التسول الالكتروني سهل لنا اكتر نشر حالات في احتياج شديد، وطبعا بنتوجه ليها وبيتم اجابتها بشكل اسرع عن طريق السوشيال ميديا. تمام. طيب ما يتعلق ببعض الجمعيات الخيرية التي تتخصص في أنشطة معينة، يعني هناك من يتخصص في دعم الفقراء في المدن فقط، هناك جمعيات تمتد أنشطتها إلى ربوع الريف والمناطق المهمشة، هناك جمعيات أيضا تتوسع في أنشطتها المختلفة بحيث تشمل جمع تبرعات لعلاج الأمراض المصابين لغير القادرين. يعني تنوع هذه الأنشطة كيف يسهم في إثراء العمل الخيري في المجتمع؟ طبعا أنا من مشجعين التخصص، يعني في جمعيات بعينها بتشتغل في كل ده مرة واحدة، يعني بيشتغل في العلاج وبيشتغل في الكفالة وبيشتغل في أكتر من نشاط، لكن انا من مشجعين التخصص، ان الجمعيه يكون ليها تخصص معين في الحاله دي بتقدر ان هي تشكل انجاز كبير في التخصص بتاعها. احنا كجمعيه هي جمعيه متخصصه في انقاذ اهالينا المشردين بلا ماوى، وده بيساعدنا ان احنا نقدر نشتغل على يعني شريحه كبيره جدا من الفئه دي. وبالفعل في فرق انقاذ لينا من اسكندريه لاسوان، بنقدر ننقذ جميع
اهالينا المشردين بلا مأوى من كبار السن. فالتخصص بيساعد على التركيز على فئة بعينها وعمل بحث حالة جيد والوصول لإنجازات والقضاء على الظاهرة. إنما لو تشتتنا في جميع المساعدات طبعا ده هيؤدي إلى تقديم خدمة سيئة للمستحق. وده برضو إن في جمعيات كتير متشعبة وبتساعد في أكثر من مجال، ده بيساعد الشخص المحتاج نفسه إن احنا نقدر نوجهه لجمعية بعينها تقدر إن هي تحل له مشكلته. طيب مهندس محمود، ما يتعلق بالظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا من حيث فيروس كورونا وتأثير ذلك على اقتصاد بعض الفئات في المجتمع، يعني بالتأكيد الجمعيات الخيرية كان لها دور في تخطي هذه العقبات إلى جانب دور الدولة ومؤسسات الأخرى، حدثنا عن هذا الدور كيف يتنامى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع من وقت إلى آخر؟ طبعا كان ظروف حرجة جدا جدا على الدولة وعلى كل المجتمع المدني، ولكن فعلا الجمعيات الخيرية قامت بدور كبير جدا وخصوصا في فترة كورونا اللي كانت بتساعد مصابين كورونا، وكانت بتوفر لهم أجهزة الأكسجين، كانت بتوفر لهم الكمامات، وكانت أيضا بتساعد المستشفيات الحكومية اللي بيها عجز في المواد، كانت بتمدها بده. وده طبعا دورنا كمجتمع مدني ان احنا نقف بجانب حكوماتنا، ولان بالمجتمع المدني بالعمل الانساني ترتقي الدول. احنا النهارده مش هنقول ده دور الحكومه وده هي مسؤوله، ان لا، دي مسؤوليتنا كلنا ان احنا نخلي بلدنا افضل ونخلي اهالينا في مستوى افضل. نعم، اشكرك مهندس محمود وحيد رئيس احدى الجمعيات الخيريه. ودعونا نتوجه إلى الجانب الإلكتروني أو التواصل الاجتماعي من خلال رصد المجموعة من تعليقاتكم عبر صفحات البرنامج. الأستاذ وفيق غمري يقول: بمساعدة المحتاج والمريض وصلة الرحم دون الإخلال بالإجراءات الصحية حتى لا يتحول النفع إلى ضرر لمن يحب. أيضا محسن المواردي بيقول: بمساعدة الآخرين، في إجاباتي على تساؤل الحلقة. نانا يوسف: يمكن استغلال العيد لعودة المحبة والمودة والتراحم والتسامح والإحساس بالفقراء ومساعدتهم بحب. أما ناهد عبد الفتاح فتقول: السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. رغم كورونا إلا أن رضا المواطن المصري عن جهود الدولة في توفير الأمن الغذائي ودعم الأسعار والجهود في كافة المجالات من جانب إرادة سياسية قوية أبطل كل الأقاويل في أن رضا الشارع مطلب صعب تحقيقه، وهو فعلا كذلك، لكن الجهود الصادقة خلقت جوا من التلاحم والترابط بين المواطن والحكومة، خاصة المبادرات التي استهدفت أضعف الطبقات من تطوير العشوائيات ومعاش تكافل وكرامة، وكذلك مبادرات حياة كريمة، وكل تلك المبادرات كانت سببا في إحساس التكافل الاجتماعي والذي هو أساس الدين الإسلامي الصحيح. لذلك فنحن نتمنى أن يبارك الله لنا في قادة الوطن الذين كانوا السبب في تخطي محنة كورونا بتلك السياسة الحكيمة، ولهم جميعا جزيل الشكر. ما زلنا نقرأ إجابة المتواصلين معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تساؤلنا في هذه الحلقة: كيف تكون الأعياد فرصة للتواصل ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي؟ سارة أبو شيدي بتقول: رسالة عيد الأضحى تقوم بالأساس على التراحم بين الناس والإحساس بالفقراء ومن يحتاجون إلى يد المساعدة، وهذه الرسالة والروح التي يبثها عيد الأضحى في نفوسنا تجعلنا نسعى جاهدين إلى دعم التكافل الاجتماعي حتى نعيش في سلام. أم عمر الشيخ كتبت تقول: استغلال المناسبة العظيمة وهي عيد الأضحى المبارك وروحانيات الجميلة بغض أي خلاف أو خصام سواء كان من أرحام أو أصدقاء، هو دعوة للتسامح والترابط. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة. عيد سعيد على الأمة الإسلامية. وعودة من جديد للتواصل الهاتفي مع عدد من خبراء والمتخصصين. دكتورة جيهان النمروسي، أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر، أهلا بحضرتك وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والأمة العربية والإسلامية
وكلنا بخير يا رب دايما. آمين يا رب. عندما نتحدث عن قيم التواصل والتكافل والتراحم في المجتمع في الأعياد وما أحوجنا إلى ذلك طول أيام العام، إذا نظرنا إلى أثر ذلك من الناحية النفسية على يعني صحة المجتمع من حيث الشعور بالتكافل وهذا الترابط الاجتماعي بين الناس بجميع طبقاتهم وفئاتهم، كيف يثمر ذلك عن وجود مواطنين أسوياء، وجود مجتمع صحي وسوي نفسيا؟ طبعا عايزة أقول طبعا الأعياد كمان، وجود الأعياد والأجازات ده بيدي نوع من الفرحة، نوع من السعادة، نوع من الدعم النفسي في المجتمع. الأجازات كلها بتبقى عبارة عن أوقات سعيدة، الناس دايما بتحب إنها تتزاور، صلة الرحم بتبان في الأجازات، التكافل الاجتماعي بين الجيران وبين الأصدقاء وبين الأصحاب كلها بتبان صلة الرحم والود. كمان عيد الأضحى بالذات عيد التكافل الاجتماعي، دايما الناس بتضحي، دايما الناس بتشوف الناس المحتاجة وتحاول تتواصل معاهم. الحمد لله عندنا في مصر هنا المجتمعات، المجتمع المدني، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التضامن الاجتماعي، كلهم بيحاولوا انهم يوظفوا مجتمع الخدمة المدني لصالح التكافل الاجتماعي لكل الفئات المواطنين اللي موجودة في المجتمع اللي هي بتحب دايما ان احنا نتواصل معاها. عايزة اقول الاعياد الواحد ما يحسش بالعيد الا لما يسعد الاخرين، سعادة الانسان نفسه والاطمئنان النفسي والدعم النفسي بيجي من نقل السعادة للآخر. دايما الإنسان لما بيعطي بيبقى عنده استقرار نفسي، والحمد لله المجتمع المصري بيشتهر دايما، ودايما نحن بنصفه إن هو مجتمع كرم، مجتمع الود، مجتمع التكافل الاجتماعي، مجتمع اللي دايما بيدور إزاي إن أنا أشوف جاري محتاج إيه، أتواصل معاه في المناسبات السعيدة في المناسبات الحزينة، بشوف في الحي بتاعي مين الأشخاص اللي هم محتاجين مساندة اجتماعية أو تكافل اجتماعي وأسعى. كل الحاجات دي الحمد لله إحنا بنشهدها في المجتمع المدني، وبنشوف حتى في جائحة كورونا بعض الناس اللي هم تضرروا اللي هم عندهم قوت يومهم، الحمد لله عملنا إفطار جماعي في رمضان ووزعنا وجبات الإفطار في التكافل الاجتماعي. كمان في عيد الفطر كان في هدايا ليهم، الكحك والحاجات الجميلة اللي بتدخل السرور على الأسرة، والحمد لله الحمد لله قمنا برضو بذبح بعض الأضحيات وتوزعوا بما يرضي الله على الناس اللي هي إحنا بنسميهم الناس المتعففين اللي إحنا بنحاول إن إحنا نساندهم اجتماعيا. كل الحاجات دي بتخلي مجتمع آمن، مجتمع بيسوده الحب، مجتمع بيسوده الود، مجتمع بيبقى فعلا زي ما حضرتك قلت سوي نفسيا، عنده صحة نفسية جميلة، وندعو الله أن يتقبل منا جميعا. تمام. طيب دكتورة جيهان، ما يتعلق بالأطفال، يعني العيد بالنسبة للأطفال هو الفرحة والبهجة والتزاور والأقارب والعيدية طبعا، لكن عندما نتحدث عن غرس قيم التضحية والعطاء ومغزى العيد وهو التضحية من أجل الآخرين، يعني أسوة بسيرة سيدنا إبراهيم وفداء الله عز وجل لابنه سيدنا إسماعيل، يعني التقرب إلى الله وغيرها من القيم المختلفة، كيف يمكن غرس ذلك في نفوس أطفالنا؟ طبعا أنا عايزة أقول جميع الأباء، يعني الأب قدوة، الأب طبعا لا ننسى إن القدوة دايما الطفل بياخدها من الأب والأم، والأب والأم مرآة بيرى الطفل فيها السلوك بتاعه وعاداته اليومية وعاداته الاجتماعية. عايز أقول طبعا ما فيش أب بيقوم بالذبح ما بياخدش ابنه معاه، ما فيش طبعا بيقعد يحكي له طبعا قصة سيدنا إبراهيم وإزاي إن الابن كان ليه الطاعة، بينقل للطفل القيم الدينية، بينقل له إن الطاعة طاعة الابن، طاعة الأب واجبة على الابن، وإن الطاعة دي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. القيم الدينية والقيم الاجتماعية والقيم الأسرية دايما الأب والأم بيحاولوا إنهم يغرسوها في أطفالهم من خلال القصص الدينية، من خلال القصص اللي بتحتوي القيم الأخلاقية والمبادئ الأخلاقية اللي هم بيحبوا يشوفوا أولادهم عليها. عايزين نقول كمان العيد، العيد دايما الأب بيحاول
ان هو يدي العيدية. العيدية دي بتدخل نوع من السرور، نوع من الحب للطفل، ان هو بيتعامل مع النقود، بيعرف قيمة النقود، بيعرف قيمة الادخار. كمان الاب بيحاول يرشده من خلال العيدية على الصرف. بنعود ابننا من العيدية مش فلوس كده بتتاخد وخلاص، بيحاول ان هو يفهمه قيمة المال، يفهمه قيمة الادخار، يفهمه ان العيد عطاء كمان. انا هديك وانت لو لقيت حد محتاج برضو تحاول تديه. بنحاول ننقل الحاجات الجميلة اللي احنا عايزين نحفظها من اطفالنا لما يكبروا، لا زي الود والرحمة والتعاطف. تمام. نقطة اخرى ما يتعلق بالتسامح ونسيان الخلافات، يعني العيد يعتبر فرصة لأن يتصالح المتخاصمون، حدثينا عن أهمية ذلك وأثره على الصحة النفسية لدى المتشاحنين. عايز أقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عايز أقول إن العيد ده احنا بنقول إن أجمل ما في العيد الصفاء النفسي. خلي بالك دايما الإنسان أما بيكون عنده شخص متخاصم معاه، الشخص اللي متخاصم معاه زي ما هو متضرر، الشخص كمان اللي هو مخاصمه متضرر. يعني عايز اقول الاثنين متضررين، متضررين من الشحن النفسي، متضررين من التوتر العصبي، متوترين من عدم الاستقرار النفسي. الحاجات دي كلها احنا ممكن ان احنا نتغاضى عنها، ممكن ان احنا نحاول نعمل لنفسنا صحه نفسيه، ان احنا دايما نترك الخصام، نترك المشاحنه، نترك الحاجات السلبية اللي بتجيب لنا الاتجاهات السلبية والشعور السلبي جوانا. لازم الإنسان يزرع جوه نفسه الحاجات الإيجابية زي إيه؟ زي التسامح، زي الود، زي النسيان، إن أنا أنسى الإساءة. وعايز أقول دايما السلام بين الأشخاص ده بيبقى عامل كبير قوي على السلام النفسي. زي ما بتنشر السلام أنت بتستفاد منه، تستفاد منه إن أنت بتبقى بصحة نفسية جميلة. كمان دايما ربنا طبعا كل الأديان بتقول إن التسامح بيدي الإنسان نوع من الثقة بالنفس، نوع من عدم التوتر النفسي، عدم القلق، عدم المخاوف. الصحة النفسية مبدأها الدعم النفسي. الدعم النفسي بيجي منين؟ بيجي إن أنا بزرع جوايا كل القيم الدينية والأخلاقية وأتعامل بيها زي ما الأديان وصلت بيها. نعم، أشكرك دكتورة جيهان النمروسي أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر، وتنضم إلينا دكتورة ولاء عوض خبيرة تنمية الموارد البشرية. دكتورة ولاء أهلا بحضرتك وكل عام وأنت بخير. أهلا بحضرتك وكل سنة والعالم كله بخير وسعيد وإن شاء الله عيد حلو علينا كلنا يا رب. تنمية الموارد البشرية يعني هو عنوان كبير، لكن كيف يمكن أن نتناول عيد الأضحى المبارك أو الأعياد بشكل عام من هذا المنظور؟ كيف يمكن أن نحقق تنمية موارد البشرية في مناسبة الأعياد؟ عايزة أقول لحضرتك أن الفترة الأخيرة في حياتنا العلماء اختلفوا على تسمية الوقت اللي احنا فيه، ووصلنا مؤخرا أن احنا ممكن نطلق عليه عصر الأمراض النفسية، وده بيرجع نتيجة التشاحنات وانتشار حاجات كتير ما كناش بنمارسها قبل كده. وعشان كده العيد فرصة حلوة جدا جدا عشان نتغلب على كل المشاعر السلبية اللي جوانا دي، وننشر روح التسامح والمحبة، ونبتدي دايما بنفسنا. وعلى فكرة دايما الإنسان القوي هو اللي بيسبق للسلام أكتر ويبتدي بالتسامح أكتر، وهو اللي عنده القدرة الحقيقية إن هو يعبر الطريق للآخر وإنه يقيم معاه علاقة كلها ود وسلام. نعم. طيب، ما يتعلق بغرس القيم الإيجابية وشحن الطاقة الإيجابية أيضا في الأعياد المختلفة، التماسك العائلي، التزاور، السفر يعني الترويح عن النفس في ظل إجازة الأعياد، كل ذلك بالتأكيد ينعكس إيجابا على أفراد المجتمع. قيمة العطاء، إسعاد الآخرين، يعني كيف يمكن أن يثمر ذلك عن تنمية نفوسنا بشكل إيجابي، يحقق التواصل، يحقق العطاء لمن حولنا؟ والله أنا رأيي أن فرصة العيد دي فرصة أكتر من رائعة، لأن دي فرصة حلوة جدا أن احنا نتزاور ونسأل عن بعض بجد، ونبتدي بالتسامح، ونشوف مين زعلان مننا نصالحه، ونروح لأماكن بنحبها، ونشوف أهلنا اللي وحشنا، ونفتكر ذكريات حلوة كتير، يعني بنلم فيها كل المعاني اللي كانت ناقصانا
او اللي وقعت مننا بناء على الضغوط اللي احنا بنتعرض عليها او الازمات اللي بتخترق حياتنا يوميا. فدي انا بشوفها انها فرصة رائعة ان هي تحقق لنا فعلا توازن نفسي وتقوي مناعتنا النفسية، وتبقى فرصة جميلة لنشر الروح الايجابية في حياتنا. نعم دكتورة ولاء، يعني ما يتعلق أيضا بالسوشيال ميديا وأثرها السلبي والإيجابي أيضا في مجتمعنا، استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الخير لتحقيق أهداف المؤسسات الخيرية في المجتمع لضمان الوصول إلى المحتاجين والفقراء، ربما تحتاج إلى استغلال أمثل لمثل هذه الموارد التكنولوجية والبنية التحتية التكنولوجية الموجودة في مجتمعنا. كيف يمكن تدريب الأفراد المجتمع ونشر هذه الثقافة لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل إيجابي؟ والله أنا بتفق مع حضرتك في الرأي في فكرة إن إحنا تبقى السوشيال ميديا بالنسبة لنا شيء مفيد ورائع بدل النشر السلبيات والخبرات السلبية. ففكرة إن إحنا ننشر أعمال الخير وكلنا نشارك فيها، لا تتخيل حضرتك دي بتعود على النفس البشرية بمعاني إيجابية قد إيه. يعني لما الإنسان يحس إنه إنسان كويس وبيخدم غيره بيحس قد ايه ان هو ان الحياه فيها معاني راقيه، وده بينعكس عليه بايجابيه كبيره جدا، وبيحس ان هو المشاكل في عينه بتبقى صغيره وتلاقيه دايما منطلق في الايجابيات وحابب في يعني حب الخير اكتر واكتر، وتحس ان هو ماشي في طريق كله ايجابيات واهداف ومعاني راقيه، وده في حد ذاته حاجه جميله. عشان كده انا بدعو نفسي وبدعو كل الناس ان السوشيال ميديا تبقى بالنسبه لنا منبر لنشر الأخلاق الجميلة، لمساعدة الآخرين، لنشر المعاني الإيجابية. بلاش فكرة السلبية المعدية دي ونحولها الإيجابية، ونستغل بقى فرص العيد كمان والأيام اللي كلها خير وجمال ده بإن إحنا ننمي جوانا كده وننمي جوه ولادنا كده وجوه كل المحيطين بينا كده. تمام، بشكرك دكتورة ولاء عوض خبيرة تنمية الموارد البشرية. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من همزة وصل، أشكر لكم حسن المتابعة وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.